تحرك برلماني بالمقترح اللي تقدمت بيه النائبة أمال عبد الحميد عضو مجلس النواب بسبب وضع تسعيرة محددة للأطباء أو كشوفات الأطباء. طبعاً شفنا الفترة الأخيرة زيادة أسعار كشوفات الأطباء وصلت وتعدت 2000 جنيه في 1500 جنيه في 1000، حتى الاستشارة بقت ب 500 جنيه وأكتر. هنناقش الملف النهاردة أو الترند الأسبوع النهاردة أو هذا التحرك البرلماني مع سيادة النائبة أمال عبد الحميد معنا على التليفون. مساء الفل يا معالي النائبة. مساء الخير يا فندم. ممكن حضرتك يا أستاذة أمال تكلمينا عن المقترح اللي حضرتك قدمتيه لمجلس النواب بوضع تسعيرة معينة أو سعر معين للأطباء في الكشوفات؟ والله يا فندم، يعني أنت لا يخفى عليكم جميعا الوضع اللي يعني أصبح الغلاء والتضخم اللي حاصل، وده مأثر على الناس كلها، وأصبح كمان الأمر غير منطقي بالنسبة لمهنة زي مهنة طبية. المعيار الأول فيها هو المعيار الإنساني والأخلاقي. لما يصبح هذا المعيار هو استثماري تجاري، ده بيبقى يدي علامات مش كويسة، وبالتالي كان لازم أنه نتوجه بطلب للمجلس، سيادة الرئيس رئيس مجلس النواب، على أساس المقترح ده مش جديد، هو مقترح برغبة. احنا بنقرر السابق لان في قوانين سابقة وفي معايير سابقة. قانون 153 لسنة 2004، في القرار 1063 مجلس الوزراء اللي اتبنى على تنفيذ احكام القانون 51 لسنة 81. هرجع لسيادتك في هذه القوانين وفي المعايير الموضوعة للتخفيف او لوضع ضوابط تحدد الأسعار الواجب تقاضيها من المنشآت الطبية إذا كانت مستشفيات خاصة، عيادات خاصة داخل هذه المستشفيات أو عيادات خارجية. طبعا القانون 153 يا فندم اتكلم عن تشكيل لجنة، هذه اللجنة تكون مكونة من وكيل أول وزارة الصحة مع أحد المعينين من نقابة الأطباء، مع أحد الشخصيات المعروفة من السادة المستشارين لدى المستشفيات الخاصة، بحيث أنه هذه اللجنة تحط معايير حد أدنى وحد أقصى لتقاضي المبالغ. الحد الأدنى والحد الأقصى، إيه المعيار تحديده معالي؟ المعيار يا فندم واضح، وهو أنك أنت عندك كفاءات بالنسبة للسادة الأطباء وبالنسبة للاستشاريين اللي موجودين إذا كانوا في مستشفيات خاصة أو في عيادات خاصة، فبيتحدد إذا كان طبيب ممارس أو إذا كان استشاري أو درجات الزمالة اللي عنده. خبرات الدكتور بتحدد أحد المحددات اللي تؤخذ في الاعتبار لدى اللجنة، زائد كمان الأماكن، يعني المكان الجغرافي اللي موجود فيه هذه العيادات وهذه المستشفيات. في أماكن فيها كثافة، في أماكن فيها مميزة، يعني فيها ناس تقدر تدفع أكتر عشان تاخد خدمة أحسن، في أماكن شعبية محتاجة خدمة ولكن الإمكانيات المادية بتاعة الناس فيها محدودة، وبالتالي بتؤخذ في الاعتبار كافة هذه الضوابط اللي بيها يقدر يحدد هذه المنطقة، العيادات اللي موجودة فيها الكشف بتاعها يكون في حدود كذا حد أدنى وحد. طب معالي النائبة، إذا تم تقرير هذا المقترح وأقره مجلس النواب، إيه الضامن بقى لتنفيذ هذا القرار اللي هيبقى بعد كده بمثابة قانون طبعا، وضع حد أدنى وحد أقصى لتسعيرة الدكتور؟ وزارة الصحة، وزارة الصحة هي الضابط. وزارة الصحة بيتم تشكيل اللجنة اللي المفروض أنها مشكلة من فترة طويلة، وهذه اللجنة تبدأ تتابع. حضرتك أنت معظم المصانع وشركات الأدوية اللي موجودة في البلد بتتابع من قبل هيئات الدواء، هيئات الصناعة، الرقابة الصناعية الكذا، فنفس الشيء وزارة الصحة هتكون جهة رقابية على هذه العيادات، وتقدر أنها تصدر مخالفة لهذه العيادة اللي بيها تقدر أن أنت تحكم الأمور بشكل، ولو لو حكمناها بشكل 80% احنا كويسين جدا يا فندم. يعني احنا عايزين المواطن اللي بقى بيشتكي يوميا، أنا بتجيلي شكاوي يوميا، احنا نبض الشارع، احنا كنواب
وكجهة رقابية نبض هذا الشارع. المواطن لما بيلجأ لنا وبالعدد الكبير ده احنا بنضطر ان احنا نتحرك، لانه انا اللي بعبر عنه، وبالتالي لابد ان انا اكفل وجود خدمة بشكل منطقي. طب ساعات انا بتكلم عن من المتعرف عليه طبعا واللي احنا عرفناه، وطبعا ياما رحنا لدكاترة كانت الاستشارة مشمولة في سعر الكشف. ليه بعض الدكاترة دلوقتي خلوا للاستشارة كمان لها سعر ولكن مخفض؟ ممكن الاستشارة دلوقتي بتبلغ 500 جنيه أو 600 جنيه. نص السعر دلوقتي بيعملوها. إيه اللي خلاهم يلتجأوا لهذا الطريق في ظل الأوضاع اللي احنا فيها؟ الموضوع يا فندم يعني أن الطب انحنى مع المنحنى الإنساني والأخلاقي إلى المنحنى التجاري والاستثماري، وده نتيجة عدم وجود رقابة وضوابط على هذه الأمور. إحنا مفروض الضابط هو الضمير، ولكن إذا تنحى الضمير وأصبحت الناحية المادية هي المتحكمة في كل الأمور، لابد من هنا دورنا الرقابي يجي علشان نعمل على الأقل تقليل للضرر الواقع على المواطن بشكل أو بآخر. وطبعا قمة الظلم في الكشف المستعجل. أيوة فندم، ما هو في ناس بتقعد بالشهر والشهرين لحد ما يخش الدكتور. وده على فكرة يا فندم واحد علشان طبعا ربنا ميسرها عليه يقدر يدفع كشف مستعجل، قمة الظلم طبعا. والفقير يعني ربنا يرحمه. يعني احنا يا فندم شايفين ناحية تجارية استثمارية، أنا مش شايفة أصبح في مصر مهنة الطب الأخلاقية اللي احنا كنا تعودنا عليها وشفناها من زمان. الطب يعني إنسانية، الطب يعني إنسانية يا فندم. يعني حضرتك لما تشوف في قرار رقم 1063، القرار ده سنة 81، القرار ده كان بيقول إيه؟ إن المنشآت الجامعية والخاصة والاستثمارية الطبية تقوم باستقبال الحوادث، أقرب الحوادث إليها، مجاناً لمدة 48 ساعة لإنقاذ المريض، لأن في حوادث ممكن ما يلحقش ينقله من مستشفى حكومي أو مكان بعيد. فأقرب مستشفى ملزمة بهذا القرار، إلزام إنها تعالج هذا المريض أو هذه الحادثة خلال 48 ساعة، وبعد 48 ساعة ما تمر يقدروا يشوفوا أنت عايز تكمل عندنا تدفع، مش هتكمل أقرب بقى مستشفى يكون تماثل يقدروا من هما يعملوا له الإمرجنسي كيس اللازمة لنقله لأي مستشفى حكومي آخر. تخيل حضرتك الكلام ده أصبح غير متواجد، بيروح يقف الحادثة عشان تخش مستشفى قريبة خاصة أو جامعي خاصة، بتلاقي برضو الموضوع واخد شكل لا ادفع الأول مقدما، ادفع قبل ما تدخل. فالموضوع أصبح يعني شيء مبالغ فيه جدا، فلابد من حركة من البرلمان علشان نقدر نقول ستوب خلاص. يعني في وقت معين الإنسان لازم يتدخل بمقترح علشان نقدر ان احنا ناخد يعني إجراء، والإجراء ده على فكرة احنا بنطبق أشياء موجودة على أرض الواقع وغير مفعلة.